أعزائي المتابعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور. معكم أنا أبو تولين لتقديم برنامج هروج في مثل هذا الأسبوع. هذا البرنامج معد لإحياء ذكريات أبرز أحداث ومحطات عالم المصارعة الحرة التي حدثت في مثل هذا الأسبوع، وأيضا الاحتفال بأعياد ميلاد الأساطير والنجوم في هذا الأسبوع. فبسم الله نبدأ. في مثل هذا الأسبوع قبل 26 سنة، وفي عرض WCW Power Hour، فريق الأخوين ستاينر يهزمان فريق فابيوليس فري بيرتس وينتزعان لقب NWA العالمي للفرق. في مثل هذا الأسبوع قبل 20 سنة، قدم اتحاد WWE الحلقة رقم 200 من عرض Raw is War، والذي يعرف حاليا ب Monday Night Raw. يذكر أنه تم تغيير شعار العرض واسمه مستمر إلى هذه اللحظة. Hello everyone and welcome to Monday Night Raw. في مثل هذا الأسبوع قبل 18 سنة، وفي عرض Sunday Night Heat، كورت أنجل يظهر لأول مرة على حلبات اتحاد WWF. في مثل هذا الأسبوع قبل 16 سنة، الهاردي بويز ينتصرون على الدودلي بويز وينتزعون لقب WWF للفرق. وأيضا شهد العرض أول ظهور لبول هيمن على حلبات WWE. في مثل هذا الأسبوع وقبل 4 سنوات، مدير أعمال أندرتيكر وكين السابق بول بيرير يتوفى بسبب أزمة قلبية في عمر يناهز 58. أما بخصوص أعياد الميلاد، ففي هذا الأسبوع أكمل الأسطوري الكبير ريك ستاينر عامه 56. في هذا الأسبوع أكمل المخضرم كينيدي عامه 41. في هذا الأسبوع أكملت النجمة ميلينا عامها 38. في هذا الأسبوع أكمل النجم الياباني و NXT هيدو إيتامي عامه 36. في هذا الأسبوع أكملت المذيعة في عرض الرو جوجو عامها 23. في هذا الأسبوع أكمل النجم البريطاني الشاب بطل لقب بريطانيا تايلور بيت عامه 20. في هذا الأسبوع أكبر النجم الكبير عضو عرس ماكداون وفريق الأمريكان ألفا وبطل الفرق شاد جايرل عامه 31. وفي الختام نصل إياكم إلى نهاية فقرتنا لهذا الأسبوع. نشكر لكم حسن متابعتكم. كان معكم أبو تولين ودمتم بود.